الصحة العامة للإنسان والمصريين تحديدا هي أمر في غاية الأهمية، عشان كده احنا طول الوقت يعني بنبقى حريصين إنه نبحث ونتقصى ونتأكد من أي معلومات موجودة على السوشيال ميديا أو على المواقع بشكل عام. في بحث جديد اتنشر على موقع هيلث نيوز بيتكلم على إنه تقليل السعرات الحرارية بشكل عام في الأكل، طبعا للناس اللي عايزة تقلل من وزنها، وأفضل بكتير من إن أنت تعمل نظام الصيام المتقطع، وده نظام يعني اكتسب شعبية كبيرة جدا فيما يتعلق طبعا بالراغبين في انقاص الوزن، لكنه في بعض الأحيان بيسبب أضرار جانبية للمتبع لهذا النظام. فبالتالي إنك تعمل يعني نظام على مدار اليوم، تاكل وجبات قليلة لكنها عددها كبير، وبتحدد لنفسك السعرات الحرارية، ده بيكون أفيد كتير للإنسان. وعشان نتأكد طبعا من صحة هذا البحث اللي نشر، معانا عبر زوم الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية. أهلا بيك يا دكتور كريم، صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك، وحابب ابارك في الاول لمجموعه المتحده على القناه والثقافه الجديده، وربنا يوفقك ان شاء الله. طبعا مبروك للشعب المصري كله على انطلاق هذه القناه الجديده. طيب فيما يتعلق بانقاص الوزن، يعني ناس كتير اكيد بتبقى حريصه سواء لصحتهم الشخصيه او للشكل العام، والبعض بيصل عنده حد الهوس وبيتبع هذه الانظمه السريعه زي الصيام المتقطع، بيبقى عايز ينزل عدد كيلوغرامات كبير في وقت قليل. ايه اضرار هذا النظام وايه البدائل الصحيه المتاحه؟ طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلتي ان نظام الصيام المتقطع اكتسب شعبيه كبيره في الفتره الاخيره، لكن خلينا نتفق ان اي حد عشان خاطر ينقص من وزنه محتاج انه جسمه يدخل في حاله من عجز الطاقه او عجز السعرات الحراريه. يعني بكل بساطه الطاقه اللي بتدخل ليه عن طريق تناول الطعام بتكون اقل من احتياجاته، فبالتالي هو عنده كده عجز من الطاقه محتاج يعوضه عشان يكفي احتياجاته اليوميه، ويضطر يروح يجيب الفرق الطاقه ده من الدهون المخزنه في نسيج الدهن. طب وازاي دكتور الانسان بيحسب، ازاي الانسان بيحسب عدد السعرات الحراريه اللي هو محتاجها؟ في اكتر من طريقه واكتر من معادله بتراعي يعني اعتبارات كتير، لكن انا هقول لحضرتك اسرع طريقه احنا ممكن نحسب بيها السعرات الحراريه، وهقول لك ليه احنا محتاجين ما نحسبش اصلا سعرات حراريه. اتفضل. احنا ممكن نحسب السعرات الحراريه عن طريق لو سيده تضرب وزنها في 22، وده يبقى المعدل الحرق الاساسي، بعد كده بيتم احتساب معدل النشاط البدني اليومي، ده بيكون ليه معاملات اخرى. وبالنسبه للرجال بيضربوا وزنهم في 24.2، ده برضو بيحسب المعدل الحرق الاساسي كمتوسط، وبعد كده وزنه في 24.2، اوكي، وبعد كده بنحسب معدل النشاط البدني اليومي. طبعا دي حسبه سريعه مش ادق حسبه، لان زي ما قلت لحضرتك في اعتبارات اخرى زي السن وزي معدل الكتله العضليه وزي راجل او ست بتفرق، فكل دي حاجات بيتم احتسابها في معادلات اكثر دقه. نعم. لكن دي اسرع حسبه احنا حتى بنستخدمها في القوافل لما بنكون عايزين نحسب متوسطات عامه بشكل عام. عظيم. لكن مش اصح حاجه ان انا احسب سعرات حراريه لنفسي واقعد بقى اجيب جدول السعرات الحراريه اللي كان موجود دلوقتي موجود على الابلكيشنز، واقعد احسب انا اكلت النهارده كام سعر حراري. ايه اصح طريقه؟ ايه اصح طريقه ان انا اكل بشكل واعي، اكل بشكل مايندفول، اكل بشكل بحيث ان انا اشبع فقط. كده او كده سواء عملت نظام صيام متقطع هو بيوصل لنفس النتيجه عن طريق تقليل عدد السعرات الحراريه، بس بدل ما اقللها على عدد الوجبات بقللها عن طريق الزمن. لكن انا لو اكلت عشان خاطر اشبع واكلت بالراحه ومضغت اكلي كويس وركزت في اكلي اللي انا باكله في طعمه بدون ملهيات، يعني ما ناكلش قدام التلفزيون مثلا. بالظبط، ما ناكلش قدام التلفزيون، ما ناكلش واحنا ماسكين الموبايل، ما ناكلش طبعا الامهات كتير منهم بتاكل وهي بتجري ورا الاولاد عشان خاطر تاكلهم، ما ناكلش واحنا بنشتغل. لو ركزنا في اكلنا بس جسمنا هيشعر بالشبع. شعور الشبع بيختلف تماما عن شعور الامتلاء، الاثنين مختلفين عن بعض. شعور الامتلاء ده بطني بتتملي فيه من كميه الاكل لحد ما المعده تبعت اشارات للمخ تقول له انا مش قادر استقبل اي نوع من الطعام تاني، وقف. لكن شعور الشبع هو الشعور اللي بيوصل لي، هو الصوت اللي بيجي لنا كده في نص الاكل. لكن نظام الصيام المتقطع لانقاص الوزن ده ملوش اضرار؟ طبعا ليه اضرار لو الشخص الغلط عمله او عمله بطريقه غلط. هقول لحضرتك ازاي ممكن يكون ليه اضرار. اولا لو
شخص بيعاني من انخفاض الضغط، فنظام السوبر المتقطع هو نظام ممكن يضره جدا. لو الشخص اللي بيعمله مثلا امرأة حامل او ام مرضعة، مش افضل حاجة انها تمشي على نظام السوبر المتقطع. لو الشخص عنده ضعف في الكتلة العضلية وانخفاض في مستوى الكتلة العضلية، على الاغلب نظام السوبر المتقطع هيضره، هيسبب انخفاض اكتر في السعرات الحرارية في الكتلة العضلية، لانه مش هيقدر يدخل كمية البروتين الكافية في وقت قصير عشان يكفي على بناء الكتلة العضلية اللي هو محتاجها عشان يحافظ على عضلة. نعم، البدائل للأشخاص دول مثلا إن هم يحسبوا السعرات الحرارية، أو إن هم مثلا ياكلوا من 5 لـ6 وجبات في اليوم ويوصلوا لمرحلة الشبع مش الامتلاء. بالظبط كده، تمام، بالظبط كده. كل الشكر ضيفي الكريم الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا، شكرا على وجودك.